بعض المرات راه كندير لكم فيديو وكنبقى ساكت كنخلي الفيديو يهضر. وي فيديو الفيديو هو اللي كي قال لك لا تدو فيديو دو ذا تولكين، خلي الفيديو هي اللي تهضر. كاينه ولا ما كايناش؟ راه كيدخلوا القراقير وكيقول لك روح ورينا الاحياء، راه حتى هذا راه حي هذا في المغرب، هذا فين راه في لوس انجلوس، حتى هذا راه مغرب ومالك دابا تجيك. يا ودي تحيه لبن بطوش اللي قادي الغرض، سي ابراهيم غالي ديالنا اللي طالع غالي غالي غالي، واش مغلى اغلى 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 انفصالي، هو اغلى لاعب ولكن نقولوا اغلى انفصالي في تاريخ الانفصال، طالع ب 700 مليار ولا جينا نحسبنا التوتال راه كاين 1500 مليار اللي باش طالعه هاد القضيه ديال بن بطوش والربعه ديال بن بطوش. اغلى انفصالي في تاريخ الانفصال، اغلى من الباسك، اغلى من الكورس، اغلى من الكشمير، اغلى من تايوان، اغلى، وهادو ماشي انفصالين، هادو راه دول ديال بصح، وهادو وما عقلوش عليهم. والله غير الدرابو، هاد الدرابو كتشوف فيه دابا هنا العالم كله يعرفه، والله بلا ما تسول كاع اللي توريه ليه يقول لك موروكو موروكو. واحد سولني قال لي علاش كيديروا النخل ما كيديروش شجر اخرين، والنخل راه عندهم علاقه مرتبطين بالمغرب النخل، اون بليس الا جيتي تسول لي بيزاجيست واللي عندهم سبيسياليست ديال لي سباس فير كيقول لك النخل كيريزيستي الجفاف، يريزيستي لكل شيء، وحتى الديكوراسيون ديالهم راهم زوينين. والنخل راه ماشي رخيص، راه غالي غالي يا غالي. هذا بولفار مولاي يوسف، هذا الا مشيتي معاه تو دروا تو دروا، ما تمشي لا ادروات لا اكوش، غادي تدخل طيح في مسجد الحسن الثاني التاريخي. تحية للجالية المغربية. هذا العام راه الجالية المغربية راه جابوا اللومبورغيني وجابوا الفيراري وجابوا البوغاتي، شافوا المغاربة راه داك الشيء عادي في المغرب، ما كانش استعراض. التاريخ ديال المغرب، درت واحد لا فيديو لايف من مسجد الحسن الثاني، ودخلوا الخراقيرو وقال لك كنقلدوا الاندلس، مازال ما بغاوش يتصور لهم ان الاندلس هي المغرب. وري لي انا شي دوله عندها بحال القصور اللي كاينين في الاندلس، وري لي شي دوله عندها بحال القصور لي بالي اللي كاينين ديال غرناطة وديال غرينوبل، يجبدوا لي شي ما كاينش، كاينش حتى دابا لا دخلتي عند تقول لهم شكون هو هو ار اسيومد، شكون هما اللي مسؤولين على اللي مكلفينهم بلونتروتيان واعادة الترميم واعادة بناء المعالم التاريخية الاثرية في الاندلس، يقول لك المورو المغرب المغرب ثم المغرب ثم قال ماذا؟ المغرب المغرب ثم المغرب هو اللي مكلف بهذا الشيء. وشوف حنا 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 ما عندناش اسلوب السبان والمعيور، حنا عندنا اسلوب الدليل، خلاها الدكتور الصنايبي الثقه في الوثيقه. نتمنى ديك القناه ديال الدكتور الصنايبي وديال نزار ديال تاريخ المغرب، هادو قنوات تاريخيه، وهاد القنوات يكونوا ما هضرش على راسي انايا، انا عندي سبونتاني، انا عندي ما عنديش برامج محدده، فين ما بانت لي نبان، فين ما بانت لي ندير برنامج، ماشي مشكل مقصرين وصافي، ولكن راه كاين حقائق، حقائق انا راه كنخدم بالوثيقه. هادو القنوات التاريخيه اللي عندنا قنوات اللي خصو يكونوا فيهم الملايين، نهضروا عليهم، مع ان كيديروا ابحاث وكيقلبوا، حنا كنجيبوا داك الكوميل اللي عندنا اللي قريناه في الصغر ديالنا واللي تبعناه وبحثنا، واليوم راه حنا باقيين كنقولوا ما نعرفوا والو، حنا باقيين كنبحثوا وباقيين كنقلبوا وباقيين خدامين، لان ما خصناش نبانوا بحال القراقير، ما نوش ريديكيل لا ريديكيليتي، باسكو لا ريديكيليتي
لو ريديكيليزم لو ريديكيل بوس ا من بانوش مبهدلين، لان الا كنتي مبهدل راه يبهدلوك عباد الله يضحكوا عليك. خاصك تهضر بالدليل. الا ضرب الدوره في مسجد الحسن الثاني راه درتها شحال من مره، راه غير باش نذكر الناس على ان هذا التراث، هذا التراث المعماري راه اصله مغربي، راه ماشي مشرقي، ماشي قطري، ماشي سعودي، ماشي يماني. كل واحد عنده الطريقه، والقصور اللي تبنات في السعوديه والترميم وداك حتى في المدينه او في مكه، وكل شيء تبنى على يد مغاربه. لا ديكوراسيون كامله على يد مغاربه، الاستيتيك اكستيريال كله على يد مغاربه. حتى ان قطر في الاشهار ديالها ديال لا كوب دي موند اعتمدت على كل ما هو مغربي في المعمار ديالو، في الارشيتكتور ماروكان انسيسترال ديال جدود جدودنا. وكذلك الامارات الاشهار ديال البرودوي، لي برودوي سوا بيبسي سوا كوكا سوا اي حاجه، كيعتمدوا على المعمار المغربي والصانع المغربي. باش نكونوا شويه منصفين، الصانع المغربي هو اللي كيعتمدوا عليه. وهذا المسجد هذا كنصح المغاربه اللي كيجيو يديروا السياحه في المغرب، داخل المغرب، يجيو هنا ضروري ويديروا دي فيديو، يديروا دي فيديو ويزيفطوهم، يديروا دي فيديو ويزيفطوهم، لان سي تري امبورطون. هذا راه تاريخ المغرب، تاريخ المغرب. هنا كتجي هنا كيبان لك الماضي والحاضر، كيبان لك الماضي لو باسي اي لو بريزون اي لو فيتور باسكو هذا. شوف حنا ما كنديروش بوكو ديفور، ما كنديروش واحد المجهود كبير باش نبينوا المغرب. غا خرج شد فيديو وصور المغرب، غادي يبان لك كاينه حضاره، كاين تاريخ، كاين شعب عنده بيان سير عنده تاريخ قديم. والمغرب اقدم من فرنسا، طلع ولا تهبط للسماء. فرنسا عندها 100 سنه، المغرب راه فايتو ب 300 ولا 400 سنه باش فايتو. بنادم كيشوف الحسن الثاني الله يرحمه ويشوف محمد السادس الله يطول عمره، وكيقول لك اليوطي، وهذاك السادس منين جات؟ حنا راه حتى داز محمد.